طيب مروه انت بتقولي بعملي بتعلمي الناس اقسم فلوسي ازاي بالظبط. ايا كان المبلغ اعتبريه اهو طلعته من الحصاله او باخده كل شهر. تمام. تعالي يا استاذه مروه قسمي لي فلوسي اعمل ايه؟ دي حاجه عمليه انا اصلا بعملها كل شهر، فكره الاظرف، ان انا يبقى لازم عندي اظرف كده. دي رخيصه جدا بتتجاب من اي مكتبه، ما بتغيريهاش، بتفضل معاكي كل شهر معانا، بتقعد على طول بقى. ده ظرف مثلا للصدقه، لازم نطلع اي حاجه حتى لو مبلغ بسيط جدا، بنيه ان ربنا يبارك في المبلغ سواء قليل كبير، اي حاجه لازم نطلع. هاتي انا بقى ايه هعرض معاكي الصدقه. الظرف الاول يا جماعه، اول حاجه تطلعوها من الميزانيه ظرف الصدقه، بنيه ان ربنا يبارك، لان ربنا لو مش مبارك في ان شاء الله هيبارك والله في المبلغ خلاص. يعني انت بتاخدي 10000 جنيه وفي ناس بتاخد 2000 جنيه، ال 10000 ممكن ما تكفيش، بس ال 2000 جنيه لو ربنا مبارك فيهم هيكفي. ده ظرف الاتفاق. بتعمليها بنسب ولا على قد حاجه؟ أي خالص، اي حد يطلع اللي هو عايزه. ما انا ما اقدرش، ممكن يبقى متغير من شهر لشهر يا جماعه، ما تعذبوش في نفسكم في حاجه. ما اقدرش احدد لحد يطلع صدقه. اقصد نسبه، يعني قد ايه مثلا بتعمليها انت كشخص بالنسبه للادخار؟ والمفروض 10% من اجمالي ال ده الظرف الثاني اللي ما تنسوهوش، ده بقى للطوارئ يا جماعه. بالظبط 10%، يعني لو بتاخد 2000 جنيه حط 100، لو بتاخد 4000 جنيه وبرده كل واحد على حسب. يعني احنا ممكن نحط في الظرف، ممكن نحط في الحصاله للناس اللي مش هتقدر تحط مبلغ على بعضه مثلا في الظرف ده، ممكن تحط في الحصاله نفس الفكره اللي انا قلتها. اي فكره او تسيبهم في حسابك في البنك وانت بتسحب المرتب، لو بتاخد 4000 جنيه اخصم منهم ال 10% قبل ما تسحب. الظرف ده ظرف الطوارئ لاي حاجه بتحصل في البيت. يعني طبعا وارد احنا داخلين على فتره فصل الشتاء، طبعا وارد ان اولاد تتعب، اي حد يحصل اي ظرف، يعني يحصل له اي ظرف مش عامل حسابه، فالظرف ده بيتحط فيه مبلغ ولو 200 جنيه حتى تصليحات أي حاجة. البيت يعني احيانا الحنفيه اي حاجه سخن عايزه تتصلح اي تمام. حاجه فده بين الطوارئ. كم في الميه ده؟ ده برضو احنا ممكن نحط المبلغ على حسب المبلغ الاجمالي بتاع المصروف، يعني تمام مش محدده حاجه معينه. كم في الميه يعني؟ مش من يعني ممكن 20% نحط كل دول. ماشي بالظبط اتفقنا. ده بقى الاساسيات، دي الاساسيات اللي بتطلع كل اول شهر. الاساسيات دي بتبقى ايجار لو شقه ايجار، بيطلع اقساط لو في عربيه تحتاج بنزين، فواتير فواتير كهرباء، النت. كل بيت بقى بيبقى ليه اساسياته، بتبقى الظرف ده معروف حدودها معروفه قد ايه، يعني الفواتير مش هتزيد وتقل عن ده، الايجار بالظبط، دروس الولاد، الحاجات الاساسيه اللي احنا مش هينفع ناجلها للشهر اللي بعد. ماشي ده التقسيمه دخلنا فيها. باقي بقى المصروف بيتقسم اظرف كده كل ظرف 4 أسابيع في الشهر. كل ظرف بنحط فيه مبلغ، المبلغ ده احنا بنجيب بيه الخزين بتاع البيت وطلبات البيت كلها من الظرف ده. ما ينفعش نمد ايدينا على اي ظرف من الاظرف دي. دي بنقسمهم الاربعه بالتساوي بالظبط. يعني انا باخد ده اكل وشرب والحاجات اللي محتاجين لها في البيت بالظبط، ده بركنهم كده على جنب، وده انا بتعامل بيه طول الاسبوع. ما ينفعش امد ايدي على اي ظرف من الاظرف دي الا للضروره القصوى، وهتعامل بالمبلغ ده. لازم اتعامل بالمبلغ بتاع الاسبوع الاول. طيب موضوع بقى اللبس والايه، الحاجات اللي بنجيبها بالعروض دي، اللبس والحاجات بتاعه العيال وحاجات المدارس وحاجات الاعياد والحاجات دي، هي دي بقى دي تيجي من فكره الحصاله. في ناس بتحوش الظرف الاول او من الادخار الثاني. اللبس دوت انا دايما بقول ما ينفعش نجيب لبس من الموسم بتاعه. اخر الموسم بتاع الشتاء بيبقى فيه سيل جامد جدا على الملابس. طبعا بيبقى السعر نازل النص. وانت كده كده لبس جديد، ما انتش جايبه حاجه ثانيه، هتاخده زي ما هو تعلقه وتحطه في الخزين الشتوي وتطلعه. فما ينفعش نجيب لبس في الموسم خالص، بيبقى الاسعار عاليه جدا. فما ينفعش في الظروف اللي احنا فيها دي، سواء صيف سواء شتاء، احنا بنجيب في السيل. والمدارس المدارس ده احنا يعني بنقول الايام دي نحاول نقلل من مصروف الولاد، لو بياخدوا مصروف نحاول نقلل المصروف، لان هم بياخدوا المصروف اصلا بيصرفوه على ايه؟ يعني هيجيبوا ايه؟ هيجيبوا شيبسي، هيجيبوا اندومي، هيجيبوا حاجات من الحاجات دي. احنا نعمل بقى الحاجات دي في البيت ونحاول يا نمنع المصروف يا نقلل. هو ده